أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا
لنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها
فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفون من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما
في الأرض جميعا لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم. الحمد لله. Sahabat pecinta Al-Quran semua yang dirahmati oleh Allah, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa, alhamdulillah kita sudah selesai membaca 2 halaman. Mohon maaf kepada jamaah semua, kemarin tidak kita baca Al-Quran subuh karena saya berhalangan di dalam perjalanan. Nah, bagi jamaah semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like dan share channel Tahsinul Quran dan Doa. Dan bagi yang ingin menyimak Al-Quran sehari 2 halaman seperti biasanya, jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kita selalu bersama Al-Quran dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pada pertemuan subuh yang berbahagia ini, kita tutup dulu dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.